أفكار كتير الحقيقة عند الشباب لتنمية وتطوير هذا المجتمع. وأنا عايزة أسأل ضياء عن المبادرة، قلت لي مبادرة خد كتاب وهات كتاب، حاجة خد كده، كتاب وهات كتاب. وحط كتاب. احنا لما عملنا الصالون الثقافي والطالب محمد سعيد بدأ يعني الشباب يقعدوا مع بعض يناقشوا كتب وموضوعات ثقافية، فاحنا كنا عايزين نوفر لهم برضو زي مرجع او حاجه تشجعهم على القراءه. يعني هو في بدايه الصالون الثقافي بدانا نكلمهم على اهميه القراءه، قد ايه يعني مهمه للانسان، اللي هو بتفتح له طرق تفكير جديده وهكذا. فخلاص احنا اقنعناه باهميه القراءه، عايزين بقى نوفر له الكتب اللي يقرا فيها. فمن هنا جت فكره حط كتاب وخد كتاب. اشترينا مكتبه وجبنا فيها مجموعة من الكتب، موضوعات مختلفة، علم نفس، تنمية بشرية، تاريخ، جغرافيا، بحيث ان الطلاب اللي هم بدأوا بقى خلاص حابين يقرأوا بدأوا ياخدوا كتاب يقروه ويرجعوا تاني، واللي عايز يجي ياخد كتاب ويحط كتاب مكانه زميله يقرأ فيه ويرجعه تاني برضو. أهلا وسهلا. زي نظام الإعارة اللي كان زمان في المكتبات. بس المره دي يعني المره دي انتوا بقى اللي عملتوا المكتبه بالظبط. يعني هو اوريدي في مكتبه للكليه بتبقى كتب مجال العلاج الطبيعي، فاحنا قلنا نزود المجالات ونفتح مجالات اخرى عشان نزود ثقافه الطلاب في الكليه. فجبنا موضوعات مختلفه، كتب مختلفه، بحيث الطالب يقدر يقرا في كافه المجالات او يبقى مثقف في كل المجالات. يعني برافو عليك. المبادرات والأنشطة الطلابية دي بتاخد وقت منكو، يعني في انكو تنظموها تفعلوها رحمة؟ هو اكيد كل حاجة بتاخد وقتها، يعني عقبال لما ابتدينا ان احنا ندي كورسات، يعني احنا زي ما بقول لحضرتك بدأت مثلا سنة تانية في الاجازة بتاع سنة تانية، عقبال لما ابتديت لو اعمل فيديو كانت في بداية سنة تالتة، عقبال لما الفكرة ابتدت تنتشر وكده، فبدأنا على اخر الترم الاول، وبعد كده كملناها في الترم الثاني، وبعد كده خدناها في الاجازه. فده كل حاجه بتاخد فتره كبيره. يعني طيب ايه اللي بيخليكوا، يعني انتوا عندكم مذاكره وعندكم مستقبلكم وعايزين تجيبوا تقدير، يعني ايه اللي يخليكوا تضيعوا وقت؟ مش عايزه اقول تضيعوا عشان كلمه تضيعوا دي مش صح. ايه اللي يخليكوا تستهلكوا وقت في مبادره وما تبقوش بتذاكروا؟ يعني لو كنتوا بتذاكروا ما حدش هيقول لكم حاجه خالص. هو زي ما قلت حضرتك هو مش تضييع وقت ابدا. يعني الوقت ده ما بيضيعش، ولا يعني احنا بناخد مقابل ليه. فيعني فكره ان الواحد يفيد الناس وان هو يكون حياته ليها قيمه، هي دي اللي هتخلينا يعني نمشي بعد كده. مش بس والواحد هيمل لو هيقعد يذاكر طول السنه بس مذاكره مذاكره مذاكره، لا، الواحد لازم حتى يكتسب خبرات مختلفه، يتعامل مع ناس مختلفه. بس التنظيم المبادرات، هل كان في دعم من الكلية؟ هل كان في مشاكل بتقابلكم مثلا فالكلية تتدخل تحلها، ولا كان كله اعتماد عليك؟ لا الصراحة زي ما قلت لحضرتك في البداية احنا كلنا يعني تيم واحد من اول سيادة العميدة لحد يعني كلنا كاتحاد. كنا يعني اي عقبات بنحاول نقعد مع بعض نحاول نحلها. هو احنا في حاجه، احنا لغه الاشاره دي احنا عملنا الكورسات كلها مجانا خالص، مفيش اي طالب دفع اي حاجه. الزيارات الثقافيه برضو عملناها مجانا خالص، مفيش اي طالب دفع اي حاجه. فاحنا كنا حريصين جدا ان احنا كل حاجه نقدمها مجانا، حتى المكتبه والكتب اللي جبناها في مبادره خد كتاب وحط كتاب كلها يعني كلها مننا، ما فيش اي حد دفع اي حاجه. فيمكن الدعم المادي كان عقبه شويه، بس احنا الحمد لله يعني الكليه حاولت تساعدنا على قد ما تقدر. بس احنا كان عندنا، وما تاخروش علينا الحقيقه، بس احنا كان عندنا فكر ان احنا مش عايزين نبقى عبء على الكلية، فبدأنا نفكر في حاجات تانية. مثلا يوم الشعوب ده واحنا لما جينا نعمله يعني عايزين محتاج مبلغ مثلا مبلغ كبير، فطب ليه احنا نحمل الكلية واحنا ممكن نفكر ممكن نسعى. فبدأنا نوزع نفسنا على الشركات والبنوك ونروح نتكلم معاهم. جبتوا سبونسرز؟ ليه ما تجوش سبونسر لينا؟ ويعني من هنا احب اشكر الشركات دي واشجع بقيه الشركات اللي هم يدعموا الطلاب، لان انت ما بتدعم الطالب فعلا
يعني بتأثر في المجتمع. طبعا انت شوف كم واحد كم طالب استفاد من موضوع يوم الشعوب بمعلومة ثقافية، او الطالب الوافد ده قد ايه كان فرحان ان زميله المصري جه وتعرف عليه وعمل معاه علاقة وبقوا كلهم فعلا تحت مظلة جامعة القاهرة واحد. فيعني من اتمنى كل الشركات والبنوك تدعم الأنشطة الطلابية. والصراحة احنا بعد ما يعني خدنا الدعم او الرعاية بالطريقة دي، حتى الساعات لما بقى يفيد فلوس بقينا نعمل بها انشطة تانية. فبالتالي وطبعا مع دعم الاساسي بقى يعني دعم الكلية قلنا نخليه في الحاجات الاساسية. مثلا برضو احنا جبنا مجموعة من زي مثلا ادوات رياضيه عشان نشجع الطلاب على الرياضه، برضو جبنا جهاز كره سرعه، جبنا جهاز ريست، جبنا ترابيزه بينج، كل الحاجات دي عشان نشجع برضو الطلاب يمارسوا الرياضه. ومش بس كده، احنا بقينا نخلي كل طالب مثلا مميز في اللعبه دي برضو يعلم زمايله، بحيث الحاجه اللي نجيبها فعلا تستخدم يعني، والطالب والطلبه كتير بداوا يعلموا بعض وهكذا. يعني العقبه الوحيده هي بس كانت التمويل، بس الحمد لله يعني تغلبتوا عليها عشان مساعدتنا لبعض، واللي احنا فريق واحد كل واحد كان عنده حل بسيط بيحطه وتحل حل على حل. الحمد لله قدرنا نتغلب على العقبة يعني. برافو عليك. طيب أنا عايزة كل واحد فيكو يقول لي إيه الحاجة اللي هو تعلمها من أنه يشارك في هذه المبادرات. هبتدي معك يا رحمة. ماشي. هو الفكرة اللي هو اللي اتعلمت زي ما ايه؟ زي السؤال اللي كنت سألها الآية، طب انت كده يعني مش مذاكرتك وانت في كلية المفروض عملية ودي حاجه مهمه بتاخد وقت وبتاخد مذاكره كتير يعني. فلو انت علمت ليه لو احنا دورنا اللي احنا نعلم الناس اساسا، لو مش كون ان حد استفاد بمعلومه اللي هو لا خلاص يكتمها ويقفل بيها على نفسه، لا هو دورك اللي انت تعلمها لحد والحد دوت يعلمها لحد وتفضل كده تنتشر، لان احنا الهدف بتاعي ان احنا نساعد الناس اساسا في الاخر. طيب ده اللي هو انتوا يعني اللي الناس استفادته منكم. انا بسال انت شخصيا استفدتي ايه؟ ايه اللي اتعلمتيه؟ انا بالنسبه لي لما بلاقي ان حد استفاد او اللي هو وقدر مثلا خلاص فعلا يتعامل مع الناس صم فالحد دوت يدعي له او كده، فانا بالنسبه لي خلاص دي بتكون استفادتي يعني. اللي هو خلاص لو اتعلمت يعني اديت حد معلومه والمعلومه ده فعلا فادت الشخص ان انا اساسا ممكن ما اكونش بقابله كتير، يعني انا مش بقابل صم كتير فعلا. فلو حد انا علمته حاجه والحد دوت عامل مع صم وصم خلاص بقى مبسوط ان في حد عارف يتعامل معاه، فانا كده اخدت استفدت يعني. طيب وأي هو يعني انا بالنسبه لي الاستفاده بتبقى في الناس يعني. انا بحب اتعامل مع ناس كتير، مثلا مع الطلبه، مع الاماكن اللي احنا بنروحها، في مواقف الواحد بيتعرض عليها كل مره بيقف في عقبه فبيحلها، بيحاول يفكر يطلع منها ازاي. فهي دي يعني خبرات عامه في الحياه يعني. بتكتسبي خبرات في معامله الناس، في المواقف اللي ممكن تحصل لك. الصراحه يعني الانشطه الطلابيه يعني بتعلم حاجات كتير جدا يعني، اهمها اداره الوقت. يعني اداره الوقت ده انت في ناس بتاخد كورسات اساسا اداره وقت. صحيح. فهي انت بتديك الخبره دي مجانا، انت خلاص اتحطيت في موقف المفروض تنظم وقتك بين مذاكرتك وبين حياتك الاجتماعيه وبين الانشطه الطلابيه. فانت من بتلقائي كده بتلاقي نفسك خلاص انت الوقت بدا يبقى ايه فليكسيبل، انت عايز تحط فيه كل حاجه وفعلا تقدر تعمل كده. تاني حاجة هو بيعلمك ازاي تاخد قرار. يعني انت ساعات مثلا يعني في مثلا بادجت معين او ميزانية معينة وفي عندك 10 افكار. فانت لازم تختار يعني تاخد قرار مظبوط يعني. انت بقى بتقعد توازي بين ايه مميزات الفكرة دي وايه عيوبها، طب ايه احسن من ايه. فطبعا الانشطه الطلابيه يعني بتديك بجد، مش انت اللي بتدي وقتك ببلاش، لا انت اللي بتستفيد ببلاش. انت بتتعلم ازاي تدير وقتك، بتتعلم ازاي تاخد قرار، بتتعلم ازاي تتعامل مع طبقات مختلفه، بتتعلم التيم وورك. ودي من الحاجات اعتقد اللي احنا محتاجين قوي ان احنا نتعلمها يعني. بالزبط. ازاي نشتغل مع بعض كمجموعه، مش كل واحد بيشتغل لوحده يعني. بالظبط. والصراحه يعني انا بحمد ربنا ان انا كنت مع المجموعه دي، مجموعه مميزه جدا، اتعلمت منهم حاجات كتير. واتعلمت من دكاترتي برضو اللي هم يعني ازاي اخرج احسن ما في الواحد يعني، اللي هو
بيبقى فيه اسلوب كده اللي هو يخليك انت نفسك تشتغل من نفسك ما تبطلش شغل. بيجي لنا فكره نعملها تلاقي نفسنا خلاص يعني في موتيفيشن كتير او في تشجيع كتير اللي انت على طول عايز تبقى عندك افكار جديده، عايز على طول السنه اللي انت قاعد فيها في الاتحاد دي عايز تنجز اكتر افكار ممكنه. انتوا عملتوا معرض منتجات شايفه احنا احنا بس احنا بنعرض الصور وانتوا بتتكلموا دي انشطه مختلفه. دي كل الانشطه اللي عملناها في الاتحاد. دي يوم الشعوب ده برضو يوم الشعوب ده مسابقه على مستوى الجمهوريه. الحمد لله برضو احنا بدانا ندعم الطلاب المميزين رياضيا في اخر السنه، يعني طول السنه كنا بنشجعهم وبنحاول نجيب لهم الادوات ونعمل لهم التمرين وقت للتمرين وكده. فالحمد لله بدانا نجيب مراكز عاليه جدا على مستوى الجامعه وعلى مستوى مصر كلها. ففي اخر السنه عملنا لهم زي حفله تكريم كبيره لكل طالب اللي خد مركز على مستوى الكليه او على مستوى الجامعه، وكانت حفله جميله جدا ويعني الطلاب انبسطوا. احنا مش بس يعني مسؤولين على الترفيه او على الانشطه الاجتماعيه والثقافيه تعليميه، لا احنا كمان عملنا مبادرات تعليميه. عملنا 15 ورشه عمل في مجال العلاج الطبيعي مجانا للطلاب في الصيف. في الصيف زي دي زي دي كده دي الصور بتاعتها ودكاتره مختلفين عشان يعني فتح برضو طرق تفكير جديده، لان يعني العلاج الطبيعي ده مدارس فانت عايز يعني توصل للطلاب اكبر طرق تفكير. فعملنا 15 ورشه عمل مجانيه في الصيف، مع ان الصيف ده كل الناس تبقى بقى اجازه وعايزين تريح ونسافر واللي بس احنا كان هدفنا ان احنا نخلي الطالب مثلا سمع توبيك معين او موضوع معين في المجال فيروح يقرا عنه كتاب او يدور عليه او يشوف فيديوهات او في على طول ريفريشمنت على طول متواصل بالعلاج الطبيعي حتى في الاجازه، لان التعليم المستمر ده اهم حاجه طبعا. فعملنا 15 ورشه ما فيهوش توقف عن بالظبط. عملنا 15 ورشه عمل، ودي كانت يعني بمدار كل اسبوع ورشه عمل مجانيه. كل حاجه الحمد لله يعني بفضل من ربنا عملناها مجانا، وعشان كده الحمد لله يعني اكبر كميه طلاب استفادوا يعني الحمد لله. برافو عليك. طيب انا في اخر الحلقه احنا قدامنا دقيقتين، عايزه بس رساله من كل حد فيكم لو في شباب بيتفرجوا عليكم في سنكم تقولوا لهم ايه على فكره التطوع، لان انتوا يعني جربتوا المساله دي، جربتوا انكم تتطوعوا لخدمه الاخرين واكيد عندكم خبرات في المجال ده، تقولوا ايه لاي حد بيتفرج علينا؟ خليني اخد العكس بقى. ايه هو اهم حاجه بس يبقوا مقتنعين ان هو مش تضييع وقت، يعني ان هو لا الوقت اللي انت ده بتستفاد منه، بتستفاد بخبرات، بتتعامل مع ناس جديده، بتفيد ناسها، فيعني هتتجازى خير ان شاء الله. فيعني ما فيش حاجه اسمها تضييع وقت، انت لو ظبطت الدنيا بس هيبقى وقت للدراسه ووقت للشغل. ف يعني الحاجه دي هي اللي بتدي قيمه لحياتك. فلما الواحد بيقابل صعوبات، لما تيجي تقف في حاجه صعبه، ايه اللي هيقومك بعد كده؟ هي القيمه اللي انت مديها لحياتك. برافو عليك، برافو عليك. راح كانت فكرتي على التطوع ده اصلا اول ما دخلت الكليه، ما كنتش زي ما قلت لك هي كليه طبيه، فاللي هو يا اما هقعد على الكتاب مكب عليه، يا اما ان انا اتعامل مع الناس. فانا ما كنتش من النوع اللي هو لا بيقعد على المذاكره يفضل قاعد. فلو انا بالنسبه لي اللي هو اللي بستفيده عامه اللي هو التعامل مع الناس، اللي هو انت هتطوع هتتعامل مع الناس جديده، هتعرف افكار جديده، هتفهم الناس، فانت تقدر تتعامل مع الناس بعدين وده هيفيدك بعدين. نقطه برضو اللي هي ايه قالتها ان هي مش تضيع وقت ابدا ابدا، يعني بالعكس زي ما قلت لو انت لو علمت حد حاجه بسيطه والحد ده علمها ده فهو ثوابها هيكون راجع ليك. يعني ضياء في جملتين. التطوع بيعمل لك علاقات واسعه جدا مع ناس من مختلف الطبقات زي ما قلت، وحتى من مختلف الدول. يعني يوم الشعوب ده خلاني اتعرف على ناس من دول كتير جدا، تعرفت على ثقافات جديده. فالتطوع الصراحه بيفتح لك يعني فعلا بيفتح لك طرق يعني بتسهل عليك حياتك، ومهم جدا لكل انسان اللي هو يبقى مثقف وداري بكل صحيح. حاجه يعني مش بس في مجاله. يعني انا اتشرفت بيكم جدا يا شباب، وده يعني المتوقع من الشباب المصري انهم يكونوا بالروح دي ويقدموا الاعمال الجميله دي. واشكركم جدا. شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده بتنتهي حلقتنا النهارده، قابلكم ان شاء الله يوم السبت في حلقه جديده واراده مصريه. شكرا والى اللقاء.
الله.